يلا يا استاذ. انا مش عشي بس بحب يعني اكتشف كل جديد. ايوه يا استاذ تكنولوجيا يا استاذ يلا. طيب وين محمد؟ ايوه ارفع ايدك يا محمد عشان تطلعوا في الصور. خليل موجود؟ يلا كل الطلاب ارفع ايديك، كل الطلاب ارفع ايديك. يلا حاضر حاضر. فرتوخه مش وين يا فرد؟ وين ويليام؟ فرد فرد. ويليام ويليام هرب هرب هرب. وين راح؟ حضار والله لقطت هاي عليه ابو. يلا كل الطلاب ارفع ايديهم. شو هيك تمام؟ اعمل باك فيس يا استاذ. الأستاذ الفاضل المحترم دندرت ايش يا استاذ؟ شجرة العيلة هيك بتتمص. لا لا لازم يكون اسمك على وزنه. سميحة محمود محمود. كل هذا اسم يا استاذ؟ محمد احمد محمد احمد ابو عذاب. ما سمعتش على صوتك. ابو عذاب العيلة طيب. طيب يا استاذ بما انه طبعا ما فيش نتيجه غير اسمك يعني حتكون على فيسبوك. بس مش عم تعرف هيني بعثت لك تاج. بس يا استاذ في شغله يعني عادي مساله شخصيه اسالك اياها. معلمات مدرسة البنات الجامعة شو بيسووا عندك على الفيسبوك؟ زي معلمات المدرسة الثانية عندك على الفيسبوك شو بيعمل ايه؟ مظبوط. أنا طالب أنا طالب وحر. هذا أستاذ هذا قدوة هذا قدوة كاد أن يكون رسولا لإيش؟ المناضل يا أستاذ. ليش أنت دواوينجي يا أستاذ؟ دواوينجي قعد قعد لي محلك. أنا الأستاذ حسن أبو عذاب أستاذ التاريخ والجغرافيا والإنجليزي والعربي. أستاذ بالفن يا أستاذ تخصصي والجغرافيا والفرنسي والتكنولوجيا. شوف العربي حكينا العربي. أستاذ أستاذ تحرش فيه يا أستاذ ضربني كبير. أستاذ تحرش فيه. أنت بتعرف أهلي فلاحين من طول كرم والله بيقطعوني يا أستاذ. يلا أيوه أيوه أكل قيمتك قدام الطلاب. أنا مش عينك. أنا مش محترم والله ما أنا يا قليل الأدب. والله ما طبيتني. حرش فيني. أنفخ عينك. طلع لي علو. اطلع 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 لي علو. اطلع معه اطلع معه اطلع. اشتعي حالك يا حالك. ايش تطلع شو وقفوني هون. لف فارة ارفع ديك ارفع جنيك. اثنتين اربع وعشرين ساعة مصطومين هون. اربع وعشرين ساعة. مسرحي اسمه عرض مشاز المجنون. عرض مستوحى من موسم رمضان اللي هو موسم برنامج نشاز التلفزيوني. عرض اجتماعي ساخر
بناقش قضايا كثير زي قضايا التعليم، قضايا المساواة بين أو نظرة المجتمع للذكر والأنثى، وخصوصا في موضوع التعليم وموضوع التعليم الجامعي. بنحكي عن التعليم الحكومي ومرحلة الانتقال من المدرسة للجامعة. احنا ماخذين العرض مبني على الثالوث الأساسي في التعليم أو الإشي الأساسي اللي بصير في حياة الطالب، الثلاث مراحل الأساسية اللي في حياة الطالب أو الشاب والصبية، اللي هي المدرسة والبيت بعدين بروح على الجامعة. بنحاول نطرح كثير من المواضيع زي الحد الأدنى للأجور، زي الرواتب، زي ما حكينا العنف، التحرش الجنسي، كثير بنطرح على قضايا اجتماعية. احنا اليوم مجموعة من الطلاب استضفنا فرقة نشاز عشان يعملوا لنا مسرحية، وما شاء الله المسرحية ماشي تمام وكل تمام، سبب مبسوطين والحمد لله. عندي فقرة ان شاء الله اذا ضل وقت اليوم بعد المسرحية راح اعمل فقرة بيت بوكس. شكرا.